تلف تلقى عائلة، تلف تلقى الزوج يطلب فيك من اليد، تلف تلقى الماء يطلب فيك، تلقى الملك يطلب فيك، وانت ما عندك شيء. قاعدين يكرني يا بيل، كرني يا بيل، قديش قيمته برب؟ انا نحب نسل والمسؤول هذاي، انت كسوت قديش تخشيه؟ قديش تلبس من كسوه في الشر؟ قديش تلبس من كوبري؟ قديش تحط من دبوزه برفيه؟ قداك تاخذها؟ قداك تاخذها ب 700 و 600 الف؟ دبوزه برفيه قداك فيها قدرتين تاخذها ب 700 الف؟ هي انت تاخذ دبوزه برفيه ب 700 الف؟ دي نحن مش ناخذ في الطماطم والفلفل. تلحم مش ناخذ فيه. تاع العلوش فهمت كيلو بغزينة. دي ماشي مش نرى مش نلبسوا كيف ولا ناكل كيف. يدي تخدم ياخذ 3 ملايين ومرته 3 ملايين يقول لك ماشي واصل. وراكم في زوز كراب ما عند الدولة ودار ما عند الدولة يقول لك مش قادر تقرر فيه الناس تعطيني في 200 ألف عايشوني. هذه هي رسولية بالمنطق 200 ألف يعيشوا بشر. ما يعيشوش بشر رسول. كيف زيد عندك بيبي 80 ألف. أنا في بلاد. ما تحقرنيش في بلادي يا أخوي. استجاب مني وقول لي شنو طلباتك شنو على الاقل فهمت كذا وكذا يا اخويا ابعث لي ما ابعث لي يجن عندي للدار خلينا نشوف في الدار نرقدوا فيها ربع من الناس حتى بنتي عمرها 17 سنه ترقد معي في دار في ضيافتك بوي وحال شي معي ضعيف وما عندوش باش توفر له حتى تاخذ له لبسه وتاخذ له حاجه كيما الذري وتدخل الدعم وفهمتي وتفرط وحتى في ايده الحاجه ما عندكش كل مش تخرج كل الشهرات محترف 16 سنه 14 سنه يخرج مارك زاد له مارك دروك ومارك فهمتي كل شهر شنو شنو جيت يدخل الحبس يدخل الايام الايام ولا يعرف هذاك هو ذا البلاد يا اخوي لا درجه اكثر من درجه هذه نقسم لك بربي اكثر من درجه هذه ناس راهي تيابه ناس تحت الصفر بدرجه فما ناس راهي مهانه فما ناس مظلومه بجاه ربي شنو وصل لهم كلمه واحد للمسؤولين كونوا واعي براس سمك كي تروح انت بقفتك بانان وغله ولحم وحوت فكر في ناس اخرى سواو يعني الناس تمشي لفرنسا والالماني ما يحكيش بالعربي حتى بالعربي ما يعرفش يحكي يلقى حقوق ويتجاوبوا معاه وكل شيء وانا نمشي للاداره التونسيه كيف في نقول باش نقابل الوالي لا تقول لي ما تقابلش الوالي لا اخوي تعمل مطلب انا مطلب انا حابس ولادي حابسين ولادي ما مش يقروا صحتهم ولدي ما مش يقروا تقول لك لا ما تقابل لا ما تقابلش الوالي كيف في ومازلت تاخذ مزاد جديد شنو جديد وقديم تعطينيش شنو معناه ما نحبش ندخل في التفاصيل واحد لاباس عليه واحد عنده دار ملك والاخر عنده كيكين فهمتي تعطيه ولاباس فهمتي وعنده الاخر دي ماكس ب 70 مليون ب 80 مليون وعطيه رخص وعطيناهم وحدات وبالزوالي باش يجي مش نحكي روح القاسم انجي انجينيرال على برشا زوال ومنهم اهل ومنهم برشا عباد صوت الناس كلها انا يهمني يهمني الزوالي خاطر الزوالي حسب الزوال تمشي تلقى ناس لاباس عليها متوظف وتلقاها ماخذين رخص وماخذين الديار وماخذين عند واحد فاوي انا كنت نخدم لاباس اموري واضحه الحمد لله بفضل ربي مشيت شكيت الشؤون الاجتماعيه وكل شيء اعطوني صحيح ديجا كرني الكرني ما حكيته زياده يعني 220 دينار ما ياخذوش ما يصرفوش ما يجيبوش دخان في مستوى بحكم الغلاية وبحكم المعيشه ما يجيبوش دخان بصراحه نمشي عملت مطلب للولايه مشيت غاديك دخلوني الذي المرشد الاجتماعي تاع الولايه قالت لي انت مازلت تخثر بدي اخذرني حاله استعجاليه راك شنو ما مازال تخضر فيه مازال تخضر يعني جديد مقابل الدوسي تاعك جديد ما نشوفه تاع 5 6 سنين 5 6 سنين لاباس عليه عنده دار ملك وموره يعني ويسع مضرب انا كاري راه ما لقى لي باش نخرج وعندي ضو وما ماهوش خالص بقول مليون واش وعندي كريه في مليون مليون و700 ماهوش خالص انا لقى لي رمضان خلي لي خويا دار بدي مش عرسه هي وباع قلت له انا شنو لا خويا قلت له لازم مقابل سيد الوالي قالت لي لا لازم تعمل مطلب وتعمل كتابه ونسخه من بطاقه تعريف ورقم بطاقه وتجاوبوه يا بدي انا راني مش نعمل مطلب راني على قرض باش نعمل حكايه بط ولا حاجه باش يجيب بيه السلاح انا راني حاله استعجاليه شنو معناه يزني قابل اعتبر واحد عامل اكسيدو مش يسعفوه عند الطب ديريكت ديريكت تقول لي حارس ما فهمتش انا القانون في تونس يعني الناس تمشي من فرنسا ولا المانيا وما يحكيش بالعربي حتى بالعربي ما يعرفش يحكي يلقى حقوق ويتجاوبوا معاه وكل شيء وانا نمشي للاداره التونسيه تفهم فيه نقول لها باش نقابل الوالي لا تقول لي ما تقابلش الوالي لا اخويا تعمل مطلب انا مطلب انا حابس ولادي حابسين ولادي ما مش يقروا صحتهم ملي ما مش يقروا تقول لك لا ما تقابل لا ما تقابلش الوالي تم في ومازلت تاخذ مزاد جديد شنو جديد وقديم ما ثم اولويات ثم مرشد ثم معتمد يخرج اخويا علموه يخرج يعمل عين معاينه تقول لك لا يا اخوي وتبقى كاك ياك تمشي فهمتي وتجي شاد الصف وقف كاك برا رجع لينا غدوه ورجع لينا الجمعه الجايه يعني امور حابسه هذاك انا حبيت نرني نوصل صوتي بالقانون راني ماناش نطلب بعمري ما ذليت وانا ساكن عندي 20 سنه كاري بعمري لا مشيت للاداره وبعمري لا مشيت للولايه ولا مشيت معتمد وقلت راني كاري وبعمري ما عملت حتى مطالب فقط ديار جميعا انا نطمع كان في ربي سبحانه الدوله هذه خاطر ومتوظفين تاعها نعرف كيفاش يمانوا العباد كيفاش اللي يموت من جدي من عهد جدي خلط عليه حارب في وقت فرنسا لعهد بويا الله يرحمه موته كي كذلك السلال كي مربوطه بعضها كيما هذيك هي تسمع كان الموعود وتنعطوك كذا وكذا تربط الكل هكاك على الوعود وكذا يا خويا كان عندي حق في نطاق القانون
تعطيني ما عنديش حق ما تعطينيش، خليني انا مع ربي. لكن انا نستحق، انا طالب حاجه واحده، لكن انا نستحق اخويا بالقانون بالوثائق اللي تحب عليه، فهمت؟ انا عندي ثلاثه طب من اكبر طب في تونس يا اخويا، كان عندي حق ناخذ ما عنديش حق يقول لي ما عندكش حق ويقنعني يقول لي علاش ماذا مفيد يتجاوب معي يفهمني ينقد معاه ونحكي معاه شنو معناها ما قابلوش. انا الوالي كنت تخدم لباس عليك ما يصير الحال تبقى فجأة مرضت مرض ولا مرضك ولا ماشي يسمح لك معناتها باش تطبس ما يسمح لك باش تخدم خدمتك تلقى روحك معناتها مهدد بالشارع ما عندكش مورد رزق ما عندك حتى شيء مهدد بالشارع وما نجمش نخدم جمله والمراه ما تنجمش تخدم وثم معاينه ثم ارشاد ما مانيش نمشي بالمغموض ما ثم وثائق بالقانون احنا قايد سعيد كل واحد عنده حق بالقانون يا سيد الرئيس يا خويا اعطيني بالقانون ما عنديش قانون ما تعطينيش ثم قانون واضح ما تعطينيش شنو معناه ما نحبش ندخل في التفاصيل واحد لاباس عليه واحد عنده دار ملك والاخر عنده كي فهمتي تعطيه ولاباس فهمتي وعنده الاخر دي ماكس ب 70 مليون ب 80 مليون وعطيه رخص وعطيناهم وحدات وزوالي باش يجي مش نحكي روحي القاص انجينيرا على برشا زوال ومنهم انا ومنهم برشا عباد بصوت الناس الكل انا تهمني يهمني الزوالي خاطر زوالي حسب الزوال تمشي تلقى ناس لاباس عليها متوظف وتلقاها ماخذين رخص كذا كذا يعني نجي يعني نمشي انا نعمل جريمه نكتر واحد مع مرتي ولادي شد خمسة سنين باش يعطوني هما يعطوني مواد الرزق ما هو هذا هو اللي هكا معناتها اليوم الواقع اليوم الواقع اليوم الواقع اللوجيك نتاعنا يعني نعيشوا فيه الف ساي ونشوف هذه على الراي العام كامل راه ما نحكوش على الراي العام كامل الف ساي والناس فهمتي الف ساي واللي عنده شكون وشكون تاخذ الخص تتمتع بالمنح وتتمتع كل شيء والزوالي يمشي ماهوش مسموع اخوي انا جيت نحب نوصل صوتي للرئيس اخويا ينظر لينا ويشوفنا تفهم فيه ونحن اخويا موقر بالقانون هاني قاعد نمشي بالقانون على الاقل كيما كتبيب تمشي على الاقل يصبرك حتى بالحديث هذا الناس فهمتي شي يقول لك مثلا ما تقبلش وما تشوفش شنو معناها ما تقبلش وما تشوفش تبقى انا سيفه واحد يمشي عربي يمشي قابل في المانيا وفي سويسرا يلقى حقوقه وانا في بلادي في دونز ما لقاش حقي الشباب الكل هج الناس تدخل كلها مسيف موتت في البحر راهي الناس قاعده ضايعه شباب قاعد ضايع في البحر مساكين الناس قاعده تموت ميات كل يوم يودي هذيك راهي حقوقها من الناس راه كل الناس انت شاد في ولايه ولا في معتمديه ولا في شؤون اجتماعيه راك انت مسؤول على الجهه هذيك راهي مطلوب بها قدام ربي بامور انسانيه نحو القانون ونحو كل شيء يا ولدي ما تعملش بهذا بهذا وتحط هذا بهذا بهذا فهمتي ما تحطش واحد في ديه فهمتي باش تغطي على الاخر وتحط هذاك في ديه راهو ثم قانون الرئيس السيد الرئيس قال لك ثم قانون اللي عنده قانون يستحق ياخذ ما عندوش قانون ما يستحقش نحن راهو الشعب وهذا الكل خرج والناس الكل تتباكى على القانون راهو الناس خويا عنده حق ياخذ ما عندوش حق ما ياخذش هذا ما نفهمه اليوم شو ما قالهم صغيرات اليوم متخوف على المستقبل محترف كلهم مش يخرج كل الشهرات محترف 16 سنه 14 سنه يخرج مركز هات له مركز دروغ ومركز فهمتي كل الشهرات شو شنو هذا يضيف لك بوي وحال شيء معي ضعيف وما عندوش باش توفر له حتى تاخذ له لبس وتاخذ له حاجه كيما الذري وتدخل الدعم وفهمتي وتفرط وحتى في ايده الحاجه ما عندكش يدخل الحبس يدخل له اليام اليام له هذاك هو وضع البلاد يا اخوي للدرجه اكثر من الدرجه هذه نقسم لك بربي اكثر من الدرجه هذه ناس راهي تيابه ناس تحت الصفر بدرجه ثم ناس راهي مهانه ثم ناس مظلومه ثم ناس محطوطه في الحباس بالظلم ثم ناس انا نحكي بارتو انجينير راهو انا تمسني الناس الكل ما يهمنيش انا بعمري تو قداش 46 و 47 بعمري ما شيت شكيت في دار خويا كان عندي حق ناخذ قال السيد الرئيس فهمتي عنده حق ياخذ وعنده قانون ياخذ كان عندي حق ناخذ ما عنديش حق ما ناخذش ما تحقرنيش انا في بلادي ما تحقرنيش في بلادي خويا استجاب مني وقول لي شنو طلباتك شنو على الاقل فهمتي كذا وكذا اخويا ابعث لي يجن انت للدار خلي تشوف في دار نرقدوا فيها ربع من الناس حتى بنتي عمرها 17 سنه ترقد معايا في دار مش معقول تتلف تلقى ناس لاباس عليها وعندها ديماكس وعندها كراب وعندها ديار وعندها فلوس انا راني نكره الباطل راني نكره الباطل ونحب الحق وطمع كان فيه ربي سبحانه شنو رسالتك توجه للرئيس اخويا موجه كلامي للسيد الرئيس تنفيه نحن سيد الرئيس رانا مشينا له وفرحنا له ومشينا صوتنا ليه ماهوش مجامله ولا حكايه راهو اللي يخدم البلاد رانا نحبوه واللي ما يخدمش البلاد ما نحبوش يكلم فهمتي الجهات المعنيه بالامر في في في, في ويشوفوا الحالات هذه يدرسوا في الحالات هذه لفتت نظر يا خويا يقول له شوف لينا الحالات هذه شوف يا خويا اعمل وجن اعمل ناس هاي عندك شغل اجتماعيه عندك فهمتي ناس مراقب خلي شوف شكون يستحق وشكون ما يستحقش تتلف تلقى عائله تلف تلقى الضوء يطلب فيك من الناس تتلف تلقى الماء يطلب فيك تلقى الملاك يطلب فيك وانت ما عندكش هي هاك اعطيني كارني ابيض كارني ابيض قداش قيمته برب مش ربي انا نحب نسال والمسؤول هذاي انت كسوتك قداش تخشيه قداش تلبس من كسوه في الشر
قداش تلبس من كوبري؟ قداش تحط من دبوزه برفيه؟ قداك تاخذها؟ قداك تاخذها ب 700 ب 600 الف؟ دبوزه برفيه قداك فيها قدرتين تاخذها ب 700 الف؟ هي انت تاخذ دبوزه برفيه ب 700 الف؟ دينا احنا مش ناخذ في الطماطم والفلفل. تلحم مش ناخذ فيه. تاع العلوش فهمت كيلو ب 50 الف. تيماش مش مش نلبسوا كيف ولا ناكل كيف؟ تيدي تخدم ياخذ 3 ملايين ومرته 3 ملايين يقول لك باش نواصل. وراكم في زوز كراب ما عند الدوله ودار ما عند الدوله يقول لك شكون تقرر فيا انها تعطيني في 200 الف عايشوني؟ هذه هي رسول الله بالمنطق 200 الف عايشوا بشر؟ تي ما يعيشوش بشر تي فازيت عندك بيبي 80 الف ويعطيك ترفض بيه يقول لك 300 الف كيفاش باش يعيش؟ انا نحب يفسر لي مسؤول يخرج لي مسؤول ويقول لي اخويا اقنعني خليني ما تعطيني حتى شيء يعطيني ربي سبحانه مالك اللي بشر كيف؟ كان يعطيني ربي ده نولي اغنى منك ونولي اكثر منك ما نرعوش اكيد اما اخويا اقنعني قول لي كيفاش باش يعيشوا الانسان هذا والله العظيم ما قول شيء غريب كل رئيس يجي وكل وزير يجي نتمنى نقولوا باش تفتح لنا الابواب وكل شيء قال سيدي جاء سيد الرئيس قيس سعيد الرئيس شفنا فيه الخير وسوتنا ليه وكل شيء تمشي للاداره تلقاها نفس العمليه خونا صحيح انا ما نتموش الرئيس نحطوا حكم النظر الكل في الرئيس يا اخويا بجاه ربي باش نوصل لهم كلمه واحده للمسؤولين كونوا واعيين براس سمك كي تروح انت بقفتك بنان وغله ولحم وحوت فكر في ناس اخرى زباول فكر في عباد فكر كيفاش مش تموت تاخذ 100 ونص في التراب فكر في ناس ما اكثر منك راهي موتت عاشت ملوكيه وراه خبر دخل التاريخ راه نهيتك في الزلاز نهيتك في التراب